ورحمة الله وبركاته. أنا علي أحمد حبيب من سلطنة عمان ومن أولياء السحاب. يجوك مثاب بالجلطة من جهة اليسار ويجي ما أقدر أمشي وياك أزور ويسمع الجماعة غير من كثير من التصوير مع الدكتور حمزة وكتي ولد حرم والحمد لله صرت بلالي وأنا أمشي على ريلي كل قلة الحال ما شفنا منهم إلا الخير ورعايتهم ورعاية ما علي أنا بأي شيء ما نتكلم وعلاجهم والجماعة اللي عندهم كلهم ونصل إلى الإنسان اللي فيه والشافي الله سبحانه وتعالى هم أفكر بأن الله هم المسببين للأشياء هاي والشافي الله سبحانه وتعالى وهذا أنا أمشي على ريلي ما في أي حاسد مع أهلي أسوي موعد بعد 3 أشهر أعاودهم على أساس تكون يدي قال بعد 3 أشهر ترجع إن شاء الله معالجة يدك والله يا شيخ المريض على أكثر من طبيب عشان قال مريضك تتأخر من 3 أشهر من إذا كان مراجع مراجع عندهم الحمد لله باقي الأمور كلها لو ما جمع منهم إلا كل خير ويسعد 240 يوم ما انتهت علاجهم وهذا أنا اليوم وهذا اليوم 12 كم 22 22/1/2018 مغادر ولا في 3 بس بالتحديد ومغادر على ريولي امشي بدون ما حد يساعدني الا الله سبحانه وتعالى دائما هناك عيال اولادي واحد من يسار واحد من يمين ماسكني وامشي على عكاز واربع عيال عكاز اربع عيال وريلي 2 6 الحين رايح الحمد لله امشي اشوف الطريق بدون اي حد يمسكني ونقول أي إنسان الله نعم الله لا بلا بالمسلم المرض هذا لكن المسلم